16/12/2019 تسجيل من جالكسي نوت 10 بلس 5G. يعني صبحكم على مساكم الله بالخير. اكيد تذكرون سماعتنا اللطيفه هذه من LG اللي هي ببلوتوث 5.0 وتقعد 14 ساعه تعمل. بعدين بدلتها بون بلس 2 النسخه الثانيه. ون بلس نزلوا نسخه نظيفه جديده. يا جماعه تذكرون ومسجل فيديو، تذكرون الراوتر 5G اللي هو هذا اول ما اخذته منهم قلت له الشريحه نانو اعطاني مايكرو اضطريت ارجع لهم. للتو اخذت هذا اللي بتكلم عنه لاحقا يعني بعد السماعه. تو اتصلوا عليه تليفون قطعوا السناب علشان تقول لي الموظفه بان نعتذر منك كالعاده، طبعا دائما يعتذرونهم، الشريحه هذه ما راح تشتغل مرنا مره ثانيه بهالامطار. عموما على ما يعتذرون لازم ارجع لهم عشان ابدل الشريحه عشان افعل 5G. على ما يعتذرون هذه السماعه اللي توني حطيتها لكم المفروض انها بشكل طوق ولكن فليكسبل، يعني قابله للي انك تحركها. بلوتوث 5.0 8 ساعات تشغيل مكالمه، 10 ساعات تشغيل موسيقى حقيقي، مو 8 اتصل الى حقيقي مجرب انا بالطياره، 9 ساعات عمل شغاله فل فوليوم. ايضا من المميزات اللي ما تلقاها الا عند LG، ممكن تحصلها باستثناءات بالحياه، تلقاها عند LG تسجيل خارجي، يعني والسماعه بالشكل هذا تضغط كليك او دبل كليك يسجل خارجي، يعني يسوي ريكورد بمجرد الضغط اذا كانت موصل بلوتوث. طبعا لها ابلكيشن يسجل مسافه، يعني سجلت مره ساعه مكالمه بتاكسي رايحين مشوار طويل ما ادري وين بتركيا، فقلت خلنا اجرب، طقيت التسجيل قمت اسولف، ولا سوي معالجه موجوده الساعه كامله بصيغه ما اذكرها والله، ام بي 4 يمكن ما اذكر الصيغه. ايضا وصلني كيبورد هذا بس انجليزي طبعا اللي هو سيرفس برو اكس كيبورد، وصل يعني اشوف انه نفس السيرفس العادي. طبعا هذا من الاجهزه اللي لا تستحق سعرها اللي اذا حصلتها فعلا بالألف دولار، ولا تاخذ نسخه 256 خذ نسخه 128 بالنهايه انت ارم، يعني شنو تسوي عليه؟ فهو للتصفح ومشاهده والفيوينج، 128 كافي، $1000 كافي عليه وزايد عليه بعد. والله يا جماعه بما اني قاعد الوم نفسي قاعد اشارككم اللوم، يعني بعض المرات تقدم معلومه تتحسف، يعني هي المعلومه صحيحه ودقيقه وعليها شهود وعليها اثبات وممكن تكون مسجله فيديو بعد، لكن هذا اللي هي ما كل ما يعرف يقال، لما تقولها تقول انا ليش حطيت نفسي بهالمكان، يعني انا بغنى عنه، انا بغنى عنه، والطرف الثاني بغنى عن هالمعلومه، يعني ليش قدمتها؟ ما ادري ليش قدمتها ترى، مع انك انت ممكن ما تقدمها. اوكي نرجع لموضوعنا هذا. طبعا ال 5G انا مجرب الثوابت 1-2 اللي هو اريد وفيفا وزين هناك متواجد، فالثابت مجرب كامل، جاء دور المتنقل. ما هي مميزات هذا الراوتر المتنقل من هواوي لل 5G؟ واحد انه على مودم 5000 المتواجد على الميت 30 برو، متواجد على الميت 20X 5G، متواجد على الميت او البي 40 5G القادم. هذا ثابت من هواوي مجرب على المودمات الثابته اللي هني، مجرب على تليفونهم، يعتبر خيار ممتاز باستثناء موضوع الام ام ويف. المفروض انه داعم للواي فاي 6، راح اتاكد من هذه المعلومه. يتميز بالشحن السريع 40 واط متواجد على اواخر اجهزه هواوي، فنفس الشاحن اللي موجود عند هواوي يشحن هذا الراوتر. بطاريه 8000، وهذا الرقم ترى يعتبر رقم عادل لان المنافس كان نتجير بال 5000 وكان 4G، فال 5G 8000 ترى رقم زين، ولا تعتبره باور بانك، ترى 5G يصرف صرف الجهد. يعني المتواجد بالشكل هذا انه يقبل نانو، ما يعني ما كنت متوقع انه نحاس عاد لون نحاسي مع اسود، ماشي يعني موضوع ذوق، هذا موضوع ذوق. 8000 بطاريه، اوتبوت بحدود ال 22.5 اللي هي ارقام، خلنا اعدل لكم الكاميرا، اللي هي ارقام هواوي ستاندر للاوتبوت. الانبوت تقدر تشحن ب 40 واط ويطلع لك 18 واط. الجهاز بنانو سيم كارد، بطاريه منتهيه، الجهاز ما في بطاريه صفر، لازم اشحنه. شوف اذا موجود شاحن ال 40 ولا العادي في الصندوق في هذا المكان. ان شاء الله يكون 40، ان شاء الله يكون 40، يا رب يكون 40. لحظه اشوف لكم اياه وارجع. USB A to Type C حلوه ملعوبه، شاحن 40 واط حقيقي، 8000 حقيقيه،
جهاز محبوك حبكة حلوة بس شاشته مو لمس. ظهر راح نستخدم الأزرار هذه، خلينا نتأكد منها الحين. عموما راح أحاول إذا خفت الأمطار أروح أبدل الشريحة هذه اللي لا تعمل، اللي نعتذر منك والكلام هذا. أنا ما أدري ليش أنت تعتذر مني، ليش ما أسوي شغلك على أكمل وجه وتفكني من شرك يعني؟ ليش لازم تعتذر مني وأعتذر منك؟ طيب طيب خلصنا الموضوع هذا، بعدين راح أشوف لكم سرعته. راح نوريكم الحين الـ 5G وتأثره بالأمطار. حاليا الراوتر AX2AX يعني Wi-Fi AX2 Wi-Fi AX وايرلس قاعد يعطينا بال 80 أبلود 35، فقدنا نص السرعة داونلود وتقريبا نص السرعة أبلود. ثم طلب قطعتين من هذا الشاحن اللطيف مع خالص شكر للي دلني عليه. جربت نسخة عجبتني حيل، طلبت الحين نسختين 60 واط يشحن الثينك باد، يشحن النوت، يشحن أغلب الأجهزة اللي تحتاج 45 يعني يشحن مثلا دل XPS 13، يشحن ثينك باد X1 كاربون X1 تابلت، يشحن السيرفس برو اكس صاحبنا هذا. ف 60 واط مع تواجد اكثر من راس. ليش اكثر من راس؟ لان امازون امريكا ما يعطيك الا الراس الغبي هذا، فتواجد اكثر من راس مناسب حتى للسفر. انا مخصص لكم قائمه وحدثتها تحديث كبير اليوم، وحذفت منها بعض المنتجات القديمه وحطيت لها بعض المنتجات الاحدث، منها هذا المنتج موجود. طبعا عندك اكثر من طريقه للدخول، اما انك تدش رابط xq55.com/amazon، أو أنك تكتب amazon.com/shop/xq55page. تقريبا كل القائمة تم شراءها تقريبا، أو على الأقل تجربتها على الأرض الواقع. يمكن في قطعة اثنين أنا حاطهم recommendation يعني توصية ما تم تجربتهم إلا بالمعرض، ممكن نعم مثل شاشة ASUS الكبيرة ما جربتها إلا بالمعرض، لكن باقي القطع كلها مجربة اللي متواجدة في هذا المكان. والقطع اللي أشوف أنها مو زينة على طول يتم حذفها، يعني بعد التجربة في قطعة أجربها بعد 6 شهور لقاها مو زينة على طول يتم حذفها حتى لو كانت موجودة. إذن عودة مساء بعد ما نشوف موضوع الـ 5G، نقارن سرعات الراوتر الثابت والمتنقل في نفس المكان والزمان، وغالبا الثابت راح يكون أسرع بسبب الباور، لكن 8000 باور زين ترى، يعني ممكن نحصل على أرقام قريبة. أضف إلى ذلك أن هذه الراوترات قاعدة تعتمد سب 6، يعني المفروض أن قدرتها أعلى تصل إلى 4.6 جيجابت، لكن شبكاتنا الله بالخير. أيضا أقدم شكر لشركة زين في مكان بأن الراوتر مالها مفتوح. أنت شاري من حر مالك كيفك يا أخي، تبي تركب عليه هذه الشركة ولا هذه الشركة كيفك، شركة زين ما حكرتك. بينما فيفا بس تركب عليه السيم كارد يتم لعن الراوتر بالفرموير مال فيفا، يحطوا لك اللوجو فوق ويعبط ويقفل الجهاز على فيفا. شنو شنو ما نبي بهذا شعاركم مال فيفا، ما نبي، خله مفتوح. فإذا كان عندك الراوتر وحاب تجرب هل فيفا سرعتها زينة ولا لا، تسوي الحركة هذه، لأنك راح تحط سيم كارد فيفا يتم لحس. بخصوص صاحبنا هذا، طلعت الأزرار هذه فيك، الصليب اللي موجود هنا فيك، وهي عبارة عن شغل قبل اللي هو زر واحد وزر الباور باك ارجع مدري شنو بدون تاتش. فهذا الشكل ما له داعي، المفروض اني اقرا ديل المستخدم ترى. عموما الجهاز مو لمس والأزرار تحت ما تتحكم بالجهاز. عموما اراكم مساء باذن الله لتجربه هذه الامور، ان شاء الله لحق على زين قبل الساعه 4. شنو في بعد؟ تكلمنا عن السماعة، تكلمنا عن الشاحن، تكلمنا عن الراوتر المتنقل، سيتم تجربته مع الثابت مساء. في بعد شيء والله ناسيه. عموما أراكم مساء إذا ذكرته. تحديث المقالة، في تحديث المقالة تم إضافة ون بلس، ريزر، وإسنشل فون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.